تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان وزمان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، بكل محبة وسلام. مرحب بكل الشباب اللي فتحوا معانا البث المباشر، ونحن الآن في رحلة تثبيت التعليق. يعني أول تعليق كتبنا، أول تعليق، لكن قبل ما ننشر تعليقنا عمل له نشر لقينا في ناس علقوا. يعني أنا صاحب الصفحة داير أعمل أول تعليق ما لقيت فرقة. أبو عمر هو المسؤول عن الكلام ده. أول تعليق يا هدى سحب مننا فرصتين يكون. مرحب بك، مرحب محمد إبراهيم هارون وأبو عمر وكمال وسامي حامد، أهلا بك. ونجيب الدسوقي، قاسم عوض، عبد الله غندول، مرحب بك. محمد عبد الله وعبد العزيز جيري وإدريس عثمان وأشرف مصطفى وعماد حسن وكل الشباب اللي تواجدتوا الآن. مبروك لليفر، كويس، مبروك لليفر. مانشستراوي، يعني مانشستراوي قح بدون كلام، مانشستراوي لدرجة ما يعلمها إلا الله، لكني متسامح جدا يعني مع الأندية، كويس، لا يضرني العداء الشديد بين اليونايتد والليفر، كويس، المسألة في الأصل كرة قدم ومحبة وسلام. كيف أخباركم يا جماعة؟ كويس، نخش الحاصل شنو؟ زي ما هو عنوان اللايف، ماذا يحدث في السودان؟ ما دايرين ناخذ من زمنكم كثير، ما دايرين نكمل الميجا بايتات بتاعتكم. حقيقة الناس كلها بتعاني من مسألة الميجا بايتات دي، فنختصر ندي الحاصل بسرعة، كويس، وتعليقنا عليه، وبعدها تصبحون على ليلة هادئة، ليلة محبة وسلام. قبل ما نواصل في الموضوع، إن شاء الله اللايف يكون ظاهر ما مقطع، الصوت يكون واصلكم تماما. الحاجة الثالثة، يا ريت الناس تبدأ معانا رحلة المشاركات على طول، كويس، رحلة المشاركات على طول بسرعة. دايرين أكبر كميات ممكنة من الشير يا جماعة، أكبر كميات ممكنة من المشاركات عشان اللايف ما يقطع وعشان كلامنا ده يوصل بعيد إن شاء الله بإذن الله. حقيقة يا إخواننا، الحقيقة في السودان بقت معدومة جدا، يعني الواحد اللي يجتهد اجتهادات شديدة جدا حتى يعرف المعلومة، وللأسف الحكومة ما بتديك المعلومة كمواطن انت، ولا بقت القوات النظامية تملكك المعلومة، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني ما ممكن بلد الزلمة صباح الرحمن يشوف الدبابات مارة في الشوارع والمدرعات ومحل ما يكتفي، زي ما انا نبهت في لايف امس، هو لمس على القوات المسلحة تطلع بيان يعني توري الناس في شنو. طيب انا يمكن منتظر شوية كده عددكم يزيد، لانه في ناس بتكون بعيدة شوية، كويس، بتكون بعيدة في الفرقة دي، كتروا المشاركات. اللايف بتاع امبارح زي الوقت ده تقريبا برضو كان اي زول ممكن يرجع عليه وبيلقى فيه المعلومات اساسية، معلومات اساسية عن الحاصل الان في السودان. كتروا الملصقات يا جماعة وكتروا المشاركات. طيب، اولا الحرية والتغيير، طلع عليك يوسف الضي قبل شوية، يوسف آدم الضي اللي هو، شوف عشان تعرفوا يا إخواننا، عشان تعرفوا الأحزاب الآن اللي بتتكلم عن الديمقراطية دي هي أبعد الناس عن الديمقراطية، واللي بتتكلم عن تمكين بتاع كيزان هم أشد خطرا يعني من الكيزان. يعني سبحان، أنا ما كنت أعتقد في مخلوق أخطر من الكيزان، لغاية ما بعد الثورة دي عرفت الأحزاب ورؤيتهم جد إنه المواطن ده عبارة عن كورة، ده بيلعب لده بيدي وده بيلعب لده بيدي وانتو، والمتضرر المواطن، كويس. شوف يوسف آدم الضي هذا البعثي اللي هو بيتبع لحزب البعث، الناس العروبيين ديلك المعتقدين نفسهم هم من العراق، يعني قاطعين الشك في المسألة دي، يعني ولا يقبلوا منك نقاش ذاته، يعني فهمت. يوسف آدم الضي وزير هنا والي الخرطوم، كويس، الذي جاء يعني إلى هذا المنصب بعد إقالة عبدون، اللي هو بعد تحنيس الحزب الشيوعي لحمايتي إنه يقنع البرهان يشيل له عبدون، وعبدون كان صديق للبرهان، كويس،
كويس جدا ودفعه، وفي النهايه شالوه برا وجابوا يوسف ادم الضي حزب البعث، واول مره القى لي والي لولايتين على مر التاريخ. الكلام ده كان قلته في المنام، الحلم زاد وبظن اتجنيت. زول والي الخرطوم ووالي ولايه النيل الابيض وماسك شغل الحكم الاتحاد، لا حول ولا قوه الا بالله. التمكين ده هو كيف؟ انا داير افهم، هو التمكين ده كيف؟ هو الاقصاء ده كيف؟ يا اخواننا زول حزب بعث والي الخرطوم، هو حزب بعثي اول حاجه، ووالي لولايتين الخرطوم والنيل الابيض ووزير للحكم الاتحادي. سالتكم بالله تعالى هو التمكين ده كيف؟ انتوا قايلين الشعب ده مغفل، قايلين الشعب ده ما بيفهم، قايلين الشعب ده هيتعامل مع المواضيع زي دي كيف؟ طيب طلع يوسف ادم الضي وقال لك انه بناشد المواطنين انه انتبهوا للمندسين. المندسين ده من يوسف ادم الضي؟ هوي الكلام الجزاف ده ما بينفع يا زول، ما تلقي لنا الكلام على عواهنه بالطريقه دي، ما في حاجه شيء. عرفتهم كيف؟ هم مندسين، انت عرفتهم كيف؟ لا النقطة دي جاوبنا عليها انت عشان ما تتكلم ساكت. كيف مندسين؟ كيف مندسين؟ وين هم مندسين؟ ناس مندسين عرفتهم كيف؟ ده سؤال كويس، ده سؤال. ولو دار تقولك اتوقع انه غادي يجوا ناس مندسين، قول بيجوا ناس ظاهرين. لا بكلام ده مندسين كيف؟ اللغة دي لغة عمر البشير، لغة عبد الرحمن الخضر، ذكرتنا ما لا نحب كثوار، ذكرتنا ما لا نحب، ايام خلت خلاص. الكلمه بتاعت اي حاجه مندسين واي حاجه ديل ناس من الخونه والمرتزقه، ونحن كمواطن ما بفهم لك حاجه من الموضوع ده، وانت بتكون بتطبخ في طبخه يعني سياسيه كويس في الكلام ده. زيدوا المشاركات يا شباب، زيدوا المشاركات، اللايف ده عليه هجوم تقيل جدا الان، عليه هجوم مبالغ فيه، وكتروا معانا المشاركات، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، ممكن اي زول يعمل شير في صفحاته في جروباته بسرعه، اي زول معانا خمسه ملصقات يا شباب بسرعه. طيب طلع قال حيقفل الكباري، اذا معناه زي ما في حظر تجوال زي كده، ما عارف غايته دي حكومه التناقضات يعني، عادي جدا ممكن ناس ثاني يطلعوا يقولوا في حظر، ما في حاجه بعيده، فهمت؟ حكومه حق منها الشيوعيين حتتوقع شنو؟ اكرم سموها شنو هي؟ الكباري قالوا حيقفلوها، معناها حظر ما في، لو في حظر اصلا الكباري حتكون شنو؟ مقفله. طيب في الغالب التوجيهات اللي نزلت كويس والاشارات اللي جات الليله في الغالب ما في ضابط تابع للقوات المسلحه، هو كثير من وحدات الشرطه حيرجع بيته. الا 30 يونيو ينجلي في يعني زي الدقولين صفاره كده، وضع استعداد اللي هو معروف بنسبه عاليه جدا. خبراء عسكريين متابعين لصيقين محللين عسكريين بيشيروا لانه ده اقوى او اصعب حاجه اسمها استعداد على مر التاريخ. الناس الزاملوا 30 سنه البشير بيقولوا عمر البشير ما عمل استعداد قوي قدر ده، رغم انه خاف كم مره ولا يعني ما للدرجه دي كويس. ده معناه شنو؟ يعني الاستعداد العالي ده نحن هسه ترى ما فهمنا هو في شنو. ديل الجيش قدام دريد داوزو، نسال الله لا يكون ذلك. خلاص ده الشغل بتاع انقلاب داخلي داير يقوم، ما عارفين في دوله بتتدبر جايه دي هذه خلاص وصلتنا ونحن ما عارفين، ما عارفين حاجه. نحن كمواطنين نزلت التعليمات بانه الضباط غالبا من بكره ما حيرجعوا بيوتهم، حاله بتاعت استعداد واستنفار قصوى. الليله خلال اليوم ايها الساده صدرت، شوفوا تخيلوا انت المشكله شو الموضوع خطير كيف، يعني هو بعد ما بيجي يوروك الحاصل يخلوك انت كمواطن تتكهن تتخيل تصدق ما تصدق، يلخبطوك كده وما يحترموك ذاته. يعني المفترض المواطن قيمته شويه، يعني يوروا المواطنين ديل ببيانات، يعني الكلام ده احنا بنطالب به ولنا ايام يعني كويس. الكلام صدرت الليله اشاره من القوات او من رئاسه الاركان عمت جميع وحدات واقسام الطيران في السودان، الطيران المقاتل، الطيران الحربي. هسه يعني احنا نعرف كيف، هسه احتمال دي افريقيا الوسطى جايه خاشه، هسه نعرف كيف يعني. خلاص هسه احتمال ديل ناس اثيوبيا قرروا قالوا يخشوا. يا اخي يا جماعه تعالوا ورونا الحاصل شنو، ورونا في بلدنا الحاصل. لو احمد الضي لقى المعلومه او نصف المعلومه وذاك لقى نصف المعلومه ولا، ده ما معناه انه الشعب لقى المعلومه، احنا منتظرين، احنا كشعب نعرف المعلومه. صدرت اول قاعده او اول مطار حربي رد الإشارة بأنه جاهزين ورفعنا الاستعداد، كان المطار بتاع كنانة ولاية النيل الأبيض.
كويس، ومطار الفاشر كويس. يا جماعة في طلعات جوية الليلة لسوخوي ولأبابيل. أبابيل اللي بيتذكرها منه يعني من الطيارات اللي كان زمان يجيبوها لك في ساحات الفداء كويس. قال ترميهم بحجارة من سجيل، يعني جايبينها اللي هي الطيرة الأبابيل قال كويس. الكيزان يا ولدي كويس. المهم الأبابيل دي قاعدة الآن الليلة عفوا بتعمل بطلعات جوية. الشغلة دي شوية كده جاطت كويس. نحن بقينا ما عارفين راسنا من قعرنا. الشغل بتاع جوطة مظاهرة ما تجيبوا لدبابات دبابات ولا تجيبوا له طيارات، كما متنا شقينا الترب زي ما بقولوا. خلاص ما في سبب بيخلي الطيارات تطلع. في شنو خلاهم يمرقوا الطيران؟ طيب انا اقول لك باختصار سريع، باختصار سريع يا جماعه، وزي ما قلت والله انا ما ادري اشيل زمنكم. خلاص الناس تكتر معانا، دايرين خمسه ملصقات بسرعه يا شباب، دايرين خمسه ملصقات من اي زول، والما عرف ملصقات اكتب معانا تم 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 في خمسه تعليقات كويس، اللي هو في اللايف هنا من الصفحه المعلق الرياضي احمد الضي بشاره، لانه اللايف ده بيمشي ممكن صفحات ثانيه. كتروا معانا الشيرات باعلى مستوى، كتروا معانا المشاركات باعلى مستوى. طيب شوف، في حديث داخل القوات المسلحه وبعض الأجهزة، والحديث ده بدور يعني بعد ما تم تسريبه، حتى كان كتير ما عارفه. اسمعوا الكلام ده كويس وركزوا معي فيه. في حديث مسرب من إحدى السفارات الأجنبية، الحديث اللي هو عبارة عن تسجيل صوتي. التسجيل الصوتي منسوب لعبد الرحيم حمدان دقلو بحسب ما حصلت التسريبات، وعدد من المنسوبين القوات المسلحة أكد أنه في كلام زي ده. نعم، وفي الموضوع ده عامل رجة شوية كويس بأنه في تسريب. خلاص عليك الله يا جماعة، في نوع من الناس بيكون لا سمع بالموضوع ده ولا عارفه وبيجي بغلطك ساي، بس هو ما عارف وبيجي بغلطك خلاص، فكده تمشي تأكد منه بعد تعرفه حتى تعال غلطني فيه كويس. شوفوا هنا، التسريب بيتحدث عن اجتماع أو اتصال هاتفي، مكالمة تقريبا جماعية جمعت بين الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو اللي هو نائب قائد قوات الدعم السريع والشقيق الأكبر لحميتي كويس. وكان في الاتصال ده كان في بعض الأشياء أو التفاصيل كويس، واتفاقيات كده كويس، اتفاقيات. يعني التسريب ذاته بيتحدث عن انه زي المرحى كده، انتوا يا حركات ممكن يعني تاخدوا خاطركم واتصلونا خشوا زي في الكلام ده. هنا ده كهرباء الجو في القياده العامه في القصر الجمهوري. الكلام ده عمل حكايه اجتماعات طويله جدا بالمناسبه، ونحن بنقدر نلقى المعلومه يا اخواننا خلاص. وانا بقول لكم اي زول فيكم قادر على انه يلقى المعلومه، لكن ما كل الشعب كمان قادر، كل الناس جاريه وتعبانه وعينها طالعه فهمت. ف الكلام ده خلق مشكله، خلق توتر. توقع يعني الناس توقع انه وراء الكلام ده يكون في شيء كثير، زياده رفع حالات الاستعداد طوالي في البلد لو لاحظتوا. طيب ممكن يكون بالمناسبه الكلام ده ممكن يكون كارت ضغطي برضه، يعني انا حسب تحليلي المتواضع ممكن احتمال يكون كارت ضغط بيضغطوا بيه على القوة ناس عبد الرحيم الآن والجماعة دين، لأنه 30 يونيو ده يعني يبدو إنه في تحالف واضح بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية بشكل واضح جدا. يبدو إنه في تنسيق كبير شغال، لدرجة سلاح الجو الليلة بيتحرك، الليلة بيطلع طلعات جوية في الولايات في الأقاليم. في حديث عن إنه الناس مرقت في الخرطوم، الولايات كلها تطلع، وإنه يحصل إسقاط لبعض الولايات في أيدي الحركات المسلحة. لذلك بعض المحللين العسكريين والمراقبين بيتحدثوا عن انه حركه الطيارات الليله كويس والطلعات الجويه من السوخوي ومن الابابيل وغيرها هي توقعات، لانه قد تتحرك الحركات المسلحه، قد تتحرك اليات العسكريه ويتقدم جيشها، ممكن يقتحم بعض الولايات. فده توقع. في توقع اخر كان انه يصلوا يلا، وامبارح انا قلت لكم في اللايف انه القوى الموجوده في غرب في شمال ام درمان هي قوات تتبع للدعم السريع كويس، لانه كثير من الناس خلط في الموضوع ده وبدوا يتكلموا عن انه يا اخي القوه دي جايه، لا لا لا، القوه اللي في ام درمان دي قوات الدعم السريع
كويس. دي قوات الدعم السريع، ودي جايه قلنا من وادي هور، دي ال 1000 جندي سحبهم حميتي جابهم، وسحب 1000 من الحدود الجهاديه ايضا جابوا، كانه بيامن في نفسه، فدي ذاته بتحمل رسائل. طيب يوم 30 ده جاي كويس، الجحاده باي طريقه بالاخص الشيوعيين بالاخص شغالين شغل الليل والنهار، يسقط اليوم ده ما دايرين كله كله، والشعب السوداني مصر اليوم ده يقوم، ولك الترخير الحزب الشيوعي، ولك الترخير اي حزب بيرى انه هو صنع الثوره دي او هو اللي عليه تعظيم الناس كويس. يوم 30 جاي وفي من الان محاوله ربكة في المشهد، وانه اليوم ده يمر صاي. اول حاجه يا اخواننا الناس تنتبه، شعارات الحزب الشيوعي نحن في غنى عنها ما دايرين نرددها. الثوره دي ثوره بتاعت شباب، ثوره بتاعت شبان احرار خافوا على بلدهم، خافوا على وطنهم، جو ديناصورات من الحزب الشيوعي. يعني ليله زي صديق يوسف اللي بيمشي بالدهنس للسفير المصري، الليله صديق يوسف اللي بيبيع تراب وطنه الليله مع السفير المصري بدون اي عمليه بتاعت خجل، وانما الغايه تبرر الوسيله. خلاص الليلة كنا منتظرين منه حل ورؤية سلمية تخرج البلاد برضو من الوضع ده، لكن الشيوعي بالمناسبة خاصة من تياراتنا صديق يوسف يظل كما هو يعني كويس. طيب بقى الناس مارقة المسارات، اول حاجه شوفوا الناس دي تمرق من لفه سراج، تمرق شفتها من السوق العربي، شفتها تمرق ما يغشوك في الواتساب يقول لك في كيزان هناك ولا بتاع، فهمت؟ ما في زول ماشي لكيزان ولا غيره، الناس دي ما رجعت تعبر عن مطالب. الحريه والتغيير بلاش شيطنه معاكم للناس، ما تقعدوا تشيطنوا السوار. يا سوار الناس الان شغالين فيكم شيطنه حقيقيه، الان هم الاحزاب السياسيه، نفس الناس اللي خلقوا للجان المقاومه الفتن ودخلوهم الاقسام وسجنوهم وحبسوهم، يا هم ديل الان هم نفسهم الشيوعيين الان شغالين فتنه. كويس، في مخططات ممكن تكون بتاع التخريب، نحن شعبي واعي يا جماعه، نحن شعبي واعي، لما رجينا نخرب والعالم كله بيشهد، وكفايه انه مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بيطلع بيقول انه ثوره الشعب السوداني خلاص من اعظم الثورات، وبيشيد بالسلميه بتاعتها، وكل العالم بيشيد بالسلميه بتاعت السودان، فيبقى نحن ما محتاجين توصيه في انه كيفيه، لكن اتذكروا الليله لو لاحظتوا يا اخواننا، الليله سوق ليبيا، سوق ليبيا شفتوا المظاهرات؟ الناس دي برضه مرقت في القاطعه مويتو، في القاطعه كهربتو، خلاص؟ في شلليات هاجمت الناس، بعض المراقبين اشاروا لانه كانما دي من خلايا الحزب الشيوعي كده، يعني فجأة حصل زي من الحزب الشيوعي، لأنه التحركات والتأمين والشغل كان كده مرتب يعني بشكل كبير جدا، ففجأة تحولت المسألة للضرب، تحولت المسألة لنهب، تحولت المسألة يعني لين ده تفلت أمني. والمنصورة في أم درمان وأم بدة ليها يومين تفلتات أمنية، وفي حتات كثيرة فيها تفلتات أمنية. لما نحن نطالب وننبح صباح ومساء والنادي نقول يا اخواننا البلد دي داخله على تفلت امني منذ اشهر، لو كنا بنقول الناس تمشي الاقسام وبستلمنا امشوا شوفوا البلاغات وشوفوا الشكاوي، بتلقوا انه النهب بقى صار علنا نهارا جهارا كويس، وكنا بنقول يا حمدوك اتحرك. طيب حمدوك الان هو في كف عفريت، الان حمدوك هو غادي يقعد وغد ما يقعد خلاص. السوار المارقين الغالبيه رافضه حمدوك، رافضه حمدوك وسياسات حمدوك. الغالبية من الشباب الطالع عليه يا جماعة مارقة تعبر عديل عن كرهها للحزب الشيوعي، ومارقة تعبر عن كرهها للأحزاب السياسية، لأنه ما ممكن لا يلدغ مؤمن من جحره مرتين. ما ممكن الناس ديل يكونوا سرقوا الثورة وأحلام الثورة ووثائقها الدستورية خلاص وذكراها، والليلة جايين يسرقوا 30 يونيو خلاص. اذا نحن بنسمح للاحزاب تسوي كده، بكره ثاني ما نتكلم عن ديكتاتوريه، ولا نتكلم عن انه الاحزاب دي فيها ديكتاتوريه ولا بتاع، فهمت؟ الان ما يزال الحزب الشيوعي لغايه اللحظه دي يا ساده بيطالب وبيحنس في الدعم السريع، انه ينزل في الكباري ويضرب الناس، ورغم ما اتفقوا عليه امبارح خلاص، رغم ما اتفقوا عليه حتى العساكر امبارح انه الدعم السريع ينزل، لكن في وقت مبكر من صباح الليله حميتي بيغير في رايه، قال نحن ما دارين. قلت لكم يا اخواننا انتوا اللي بتحضروا في اللايف ده انتوا مؤثرين على الراي العام بشكل كبير بالمناسبه، انا ما بتكلم عن الشيوعيين فهمت، انا بتكلم عنكم انتوا ديل المستغلين اللي في التعليقات اللي موجودين فهمت. انا عشان كده بقول لكم دائما شيروا اللايف باكبر مستوى، لانه صوتكم واصل ورسالتكم مسموعه خلاص. الليله الساعات الاولى من الصباح حميتي بيخبر قواته بانه هو ما داري ينزل القوات اين لغايه النهار، الحزب الشيوعي ثاني مشى له، خليه من كروع، خليه من كروع، بينكر شنو؟ ما نحن حنمرق محاضر الاجتماعات كلها يعني
فهمت؟ ما نحن حنطلع الكلام اللي اتقال ذاته يعني، خلاص افتكر فهمت؟ خليه من كروة، الناس ديل الليلة مشوا حنسوا حميدتي تاني، وأدوا صديق يوسف بالتلفون وحرش حميدتي إنه لازم تنزل قواتك. وما كان سمعت التطبيل اللي بيطبلوه لحميدتي ناس الشيوعيين، والله لو قال لك دي الثورة عمروقة معاهم تاني ما تمرقة. مش ده حميدتي اللي هم بيقولوا لك امشي نبذوا وقول فيه، قاعدين شفت تحت يعني البساط اللي بيمشي فيه وبحنسوا فيه وبيقول له عليك الله والبلد دي غد تتفلت ونحن ما بنضمن الجيش. اقسم بالله العظيم، والكلام ده انا قلته قبل شهور طويله، اقسم بالله العظيم الان قاده الحزب الشيوعي للغالبيه فيهم ما كلهم، لكن قسم بالله الغالبيه فيهم اخطر واخبث واسوأ من الشيطان. الان الناس ديل شغالين في خطه الدعم السريع والجيش في مواجهه واحده. خلاص الان هم شغالين على حتتين، الجيش والدعم يصطدم ويحصل اضعاف وتدخل دولي، القوة اللي بتفوز بتكون انتهت كده. ده الموضوع، ده الشيوعي اللي بيجوا بيرفعوا عليك الشعارات. خلاص ساكت كويس. الكلام كثير يعني، احنا حاولنا نتكلم الكلام كثير جدا كويس. التحركات العسكرية يا اخواننا زاد الانتشار كويس، زاد الانتشار في طبعا الناس منتظره كان التحرك يحصل على الحدود، يمكن الجيش السوداني كل مره بينضرب هناك وكده. حصل لك التفلت بتاع سجن بور السودان فجاه، ربنا يتقبل كل من استشهد وربنا يعافي كل جريح. ظهر لك موضوع بور السودان، اكد لك تاكيد تام انه البلد دي احداثها دي متسلسله ورا بعض، انه الكلام ده بيحمي رساله واضحه، الملامح بتاعتها البلد دي غطجوت، نحن ما دارين نضجوت، نحن مش مواطنين ما دارين ناضجوا، نحن دارين سلام وامان وطمانينه وراحه واستراحه. عشان الكلام ده يتحقق يا ساده، عشان الكلام ده يتحقق نحن محتاجين نغير قياداتنا السياسيين. القياده السياسيه الان بتحتاج، القياده السياسيه الان فاشله، القياده السياسيه الان عاجزه، القياده السياسيه الان اقصائيه. يا جماعه ديل ديناصورات احزاب، يا اخواننا ديل ما بيؤمنوا لك بحكومه كفاءات. اي زول قال حكومه كفاءات بيكوزنوه لانهم فشلة ما بيقدروا يديروا كمستقلين، لانهم ما بيعرفوا الا يدوروا حول الاطار الضيق خلاص والافق الممغنط حزبيا بس، ما بيعرف يطلع برا جو الحزبيين. في البيت تلقى فكر تفكير الاحزاب، فهمت؟ يلا ديل هم اللي ما بدوروا حاجه يسمح حكومه كفاءات وطنيه، فهمت؟ بيجوا بهاجموا اي فكره بتشوف انه حكومه كفاءات وطنيه بيدمروها طوالي. مش كان شرطا في الوثيقه ولا جاب احمد الضي من راسه، هي في الوثيقه الدستوريه اذا دارين حكومه كفاءات وطنيه مستقله. شاء من شاء وابى من ابى، نحن الشعب التمين، نحن الشعب التقحت. تخجل انت قول انا الشعب، لكن ما تقول انا الشعب وانا قحت، ما واحد منهم كويس. في الوقت ده الان بتتزايد الاسعار باكبر قدر ممكن، خلاص بتختفي عدد من المواصلات، عدد من في المواقف، في بعض حتى مواقف معينه كان بيجيب فيها تكاسي امجادات، فجاه الحكايه دي بدات تختفي خلاص. البعض قال ربما يعني تكون هنا يعني الازمه بتاعت الوقود، لا 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 لا, لا اليوم كلام يعني كويس. الاختفاء بتاع خلاص القرار. الكهرباء يا بتقطع كل 3 دقائق، الكهرباء دي اللي بتقطع كل 3 دقائق. طيب انت زول بتحرمه من الكهرباء وما بيلقى علاج، وزول جيعان خلاص وعطشان، ولو جاته مويه ملوثه خلاص، بالاضافه لانه ما قادر يعبر عن رايه لانه كان قال رايه انت بتقول له كوز. الليله شفنا فيصل محمد صالح، شفناه وزير الاعلام وهو بخاطب بكل عصبيه وعدم عقل وعدم وعي بخاطب في الشباب، شفناه فيصل محمد صالح. فيصل ده يا اخواننا في اصوات عاليه بتقول انه هو خريج شهاده سودانيه فقط بالمناسبه، ده وزير الاعلام الان يعني، فهمت؟ وشفت نفسي شغلت الكيزان، انا ما اعرف خليه يرد كده. في اصوات زي دي انا لا اتهمه شخصيا كويس، في ناس قبل ذكروا النقطه دي وكده يعني، ننتظر منه هو يعني، فهمت؟ هو ما حيرد النقطه دي ودايره تمشي كده خلاص، زيه زي واحد ناشط بعسي كده، فهمت؟ طيب الان فيصل محمد صالح شفناه بيجوط، شفناه انه خلاص داري جن، لانه الشباب زروه في المؤتمر الصحفي
اللي مشوا امبارح كتبوا فيه كلام معين وجابوا لهم خمسة ستة شخصيات قالوا لهم انتوا لجان المقاومة وكلهم عبارة عن شيوعيين يعني فهمت، ما بمثلوا ما شيوعيين ما بمثلوا الشعب السوداني يا زول هي فهمت، لا النقطة دي انتبه لها، هم سبب الفتنة هسه كلها في السودان ده الان، هم كلهم الشيوعيين ده فهمت، فمشوا جابوا لهم ناس محزبين فهمت عشان تعرف الكذب وعدم مراعاة المواطن. يا اخواننا شيروا معايا اللايف، يا اخواننا وصلوا معايا الرسالة، الصورة بتقطع الصوت بيقطع، وصلوا معي الرسالة بأسرع فرصة. للمرة الأخيرة بنذكر الشير أسفل الفيديو يا جماعة على يدكم اليسار، كتروا معانا المشاركات، كتروا معانا اللايكات، اللايك في القلب وواو وأدعمه، دي الأهم ثلاثة لايكات بيحموا اللايف، الناس تزيد معانا المشاركات، زيدوا الشيرات يا شباب، زيدوا الشيرات، زيدوا الملصقات معانا، خلوا الرسالة توصل. طيب فيصل محمد صالح شفناه بدأ متوتر جدا وغضوب الليلة لما كانوا بيتكلموا حوله، يعني مجموعة من الشباب بيتخاطبوا معاه حولي، منو انتوا الأمس جبتوهم لنا وقلتوا دي اللي جاب مقاومة، هم ما بمثلونك اللي جاب مقاومة، شوفوا الأسلوب اللي كان بيتكلم به فيصل محمد صالح. يا أخواننا فيصل محمد صالح ما شفناه طلع انفعل انفعال الليلة ده، ما شفناه طلع انفعل للعالقين، العالقين اللي بيرفعوا يدينهم سماء صباح ومساء، العالقين اللي بيبيعوا كلاهم، العالقين اللي بيبيتوا على الجوع وبنوموا على الفقر، العالقين لسه جزء منهم بيسمع في كلامي ده وبيبكي فيهم ده وبيبكي ومعاه حق يبكي فيهم ده، والعالقين اللي في كل الدول خلاص هناك، ما شفنا فيصل محمد صالح دمعته نزلت من اجل العالقين، ما شفنا فيصل محمد صالح بكى لانه قتل اثنين في معسكر كلمة خلاص، ما شفنا الكلام ده، ولا شفنا فيصل محمد صالح اعتداء ميليشيات خلاص متمردة في جنوب كردفان في النيل الازرق في دارفور، ما شفناه دمع ولا شفناه زعلان ولا شفناه انفعل، لكن لما جو تكلموا معاه هو في شخصه خلاص اتحمق وزعل فهمت، يتحمق ولما زعلان انه كيف يقول له الواد ده قال له انا جايبك يعني انا جايبك بالشارع يعني انا مواطن فهمت انا جبتك في محلك ده، فهو ذاته مستنكف كيف يقول له، انا قلت لكم يا اخواننا الجحاده دي هيفتروا على الشعب السوداني ده قمه الافتراء خلاص، يعني فيصل محمد صالح ما من بقايا الشيوعيين يعني هو شنو هو يعني من بقايا الشيوعيين، هو تابع للحزب الناصري اللي كان مرق جمال عبد الناصر زي ما قلت قبل اليوم مرق من قبره هيجدد فكرته، لكن فيصل محمد صالح كده اصوليين راديكاليين لا يتجددون يتبددون، والان هم يتبددون مع الزمن كويس، عشان كده الان هم بيطلعوا وبيتصر. يلا الشباب ديل سالوا فيصل اسئله محترمه لكن فيصل ما كان بقدر من الاحترام في اجاباته، نفس الاسلوب بتاع اكرم التوم والتعالي بتاع الشيوعيين على الناس والافتراء، عشان كده الشعب كرههم وكره المبدا بتاعهم وكره الفكره بتاعتهم، الشعب السوداني كره فيصل محمد صالح، كره حمدوك، كره اسمه اكرم التوم، كره عباس مدني، كره اي زول فهمت، اي زول من الناس زي القحات الان، الشعب السوداني بيجي شايفه ده عباره عن زول كذاب وزول مضلل والمنهج القحاتي، وانا اعتقد انه في اللايف ده هيهاجموا اللايف ده باكبر شكل ممكن، لانه الكلام بتاعنا ده بيضرب في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في اماكن خطيره بالنسبه لهم، فكونه انه نحن نطلع لايف ونذكر الحقائق دي هيقوموا يهاجموا اللايف بالنبذ في التعليقات بالتخوين بكده، ليه؟ عشان يستروا الخطا اللي نحن تكلمنا عنه، فيبقى يا جماعه طالما هم القحاته بشوفوا نفسهم افهم من الناس خلاص، طيب الشيوعيين ده وقتهم شايفين نفسهم افهم الناس بتجاروا لحميتي ليه؟ الليله جاري ليه بيترخصوا بهالهم؟ جارين لحميتي ليه يقول له نزل جنودك؟ ليه الحزب الشيعي ماشي لحميتي قال لي نزل الجنود بتاعي انك الضباط وقت هم عاملين نفسهم الفاهمين، لا يا شباب تعالوا افاعي الان هم شغالين على مخطط ضرب السوار، غد تجي في اليوم بتاع يوم بسموه شنو 30 غد يجي قد تجينا قوات تاتشرين ثلاثة ما انا عارفة تابعة لوين، خلاص تجي لابسة لبس الجيش تقوم تضرب لك ناس دعم، ناس الدعم يردوا يفتكروا دي حرب من الجيش، ناس عشان كده الجيش والدعم والشرطة والأمن من الليلة خلاص اي عربية احكموها خدتوا فيها جهاز تتبع خدتوا فيها نصيبة، ما تخلوا لنا اي عملية بتاع التمويه اي عملية فوضى تقتل المواطن ده فهمت، اطلاق رصاصة واحدة مسؤولية كل القوات النظامية، انتوا دوركم تأمنوا بلا بحذر من مندسين، هسه ما تخجل انت والي الخرطوم ده كلام تقوله كلام شنو الرخيص ده فهمت، وين قوتك المفترض تحمي المظاهرة؟ وين قوتك المفترض تحمي الحقوق والمطالبات الديمقراطية؟ وين القوة دي قاعدة وين؟ ولا بتعرف تجيبها الا لو ماشي لك مناسبه
هو يا جماعه اسمعوا الكلام ده، الكلام ده بيضر البلد خلاص، وبيجوط كثير جدا وقد يسبب انفلاتات خلاص. يبدو انه الان الشيوعي ماشي في مخططنا انه البلد دي تفلت. المهم يا اخواننا، الحاجه الاخيره اللي اذكر بها، وتحياتنا لاخواننا ناس ازور ياسر وناس احمد ابراهيم والبقيه يعني، وناس محمد، ويعني مثلا انا اقول كلمه يعني يوم 30 نتذكر حاجة كويس، نحن ما رجينا نشكر حمدوك، وكان دايرين نشكر ما بنمرق له. أسي الشيوعي بلم في الناس، دايرهم يشيلوا صور حمدوك ويشيلوا قال الهتافات بتاعت الشيوعيين اللي يوظف يوم 30 عشان يخدم بيه مصالحه، ده الحزب الشيوعي خلاص. نحن ما رجينا نشكر حمدوك، وما مارقين عشان نقول لحكومة أقعدي ولا أحرقي، نحن مارقين يوم 30 من اجل مطالب واضحه. اولا حل الحكومه دي تشك، اولا حل الحكومه دي اولا، لان الشيوعيين دي يا اخواننا، الشيوعيين دي الان لو ما خيتونا وفكوا سيطرتهم على الحكم، البلد دي بتخرب، والفتن بتنتشر بشكل كبير. الان الشيوعي وصديق يوسف تحديدا شغالين فتنه خطيره جدا عرقيه زي اللي في بورسودان، وفي بورسودان عندهم ضلع فيها في انت، والان شغالين شغل خطير زي اللي اشتغلوه في جنوب كردفان. الناس تعمل حسابها. طيب نحن ما مارقين نشكر حمدوك، ولا مارقين نشكر قحط ولا شحط ولا بحت ولا محت في انت، لا مارقين عشان نقول ياو ياو ولا تاو تاو ولا ساو ساو. فهمت؟ ده زمان، ده قبل العيشة تبقى بخمسة جنيه وبثلاثة جنيه. فهمت؟ الشعب ده مارق جيعان، ودي الحاجة الهاربين منها القحاتة. الشعب السوداني حيمرق جيعان، نحن جيعانين طالعين كشعب السوداني عشان الشعب جيعان. دي أول حاجة. خلاص؟ نحن مارقين حقوق شهداء. خلاص؟ مارقين حقوق شهداء، ومارقين دماء شهداء، ومارقين من أجل عودة العالقين، ومارقين من أجل محاسبة رموز النظام السابق. نحن مارقين ما عشان نستكمل هياكل السلطة، نحن ما مارقين عشان نمكن الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي الآن بيلعب بالشباب، بيحاول يلعب بالشباب كورة، بيحاول يمرق الناس عشان يقعدوه هو كحزب شيوعي. والحزب الشيوعي طماع زيه زي الحركة الإسلامية، دائما بيخلقوا الفتن بين أبناء الشعب الواحد. يا إخواننا ساعدونا بالمشاركات كويس، ساعدونا بالمشاركات، لانه اللايف ده حقيقه قاعد يقطع سريعا يا شباب. ساعدونا بالشيرات. النقطه الثانيه اللايك يا جماعه، برضو بساعد في ظهور اللايف بشكل كبير. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين او اليسار حسب تلفونك كويس، لكن ما تكون من اليسار شيوعي كويس. فعموما ده الحاصل الان في البلد، ومحاوله السيطره على المواكب كويس، محاولة السيطرة وتوجيه المظاهرات او المليونية بتاع المليارية على قول ازوري خلاص. اليوم ده دارين يعملوها لمصلحتهم، والكلام ده مرفوض جملة وتفصيلة بكرة واصيلة. الشعب السوداني طالع من اجل مكتسبات، الشعب السوداني مارق من اجل حقوق، الشعب السوداني مارق من اجل وطن لا يضام، الشعب السوداني مارق داير يلحق الدولة السودانية اللي عاسوا فيها الشيوعيين اكثر الفساد. والقرار بتاع إغلاق الكباري هو عبارة عن إغلاق، شفتها حيكون مستفز يا يوسف آدم الضي، أنا أتحداك من هنا. فهمت؟ أسي اسمك مالو ذاته بشبيه، اسمي مالو ذاته، هو ذاته مالو أسي. فهمت؟ ما بعسي. فهمت؟ شوف يوم 30، يوم 30 كويس، أنت مش قلت حتقفل الكباري؟ أتحداك الشعب ده بيقطع، أتحداك الشعب ده بيقطع كويس، أتحداك. البشير زمان حاول يعملها ما قدر. البشير اللي كان اكثر بأسا ونفاقا واجراما ما قدر يمنع الشعب السوداني من انه يعبر عن رايه. نتحدى الوالي خلاص في انه القرار ده يمشي. بعدين قصه الوالي يجي يقول لنا في مندسين، دي نقطه يا جماعه ما مقبوله ولا يمكن تحصل في دوله محترمه. يجي يقول لك بس في مندسين يمشي، لا، يجي يوريك الكباري دي فتحتوها ولا قفلتوها، الشعب حيعبر. الشيوعيين دايرين يقسموا الناس، دايرين يخلقوا الفتنه والكراهيه بين جماهير الشعب السوداني. الشيوعيين الان شغالين على شنو يا جماعه؟ داير اختم معلش خلاص. الشيوعيين انا بس في حاجات لازم تتقال. الشيوعيين شغالين على شنو؟ دايرين يفصلوا الناس. ناس ام درمان يمشوا حوش الخليفه، بقيتوا منصار واحد اثنين، يمشوا ديلك ميدان المولد يبقوا ختميه في بحري، وناس الخرطوم دايرين يقسموا الناس. الحزب الشيوعي بقدر الامكان الان شغال تحريض بقدر الامكان، حتى لو يضربوا الناس رصاص يقعوا بالمئات، ما في زول يقطع الكوبري. ده الشغال فيه الان الحزب الشيوعي خلاص. الحزب الشيوعي الدموي الباطش الناكس للعهد
خلاص ده الشغل اللي شغالينه الليله ناس صديق يوسف المردق وكرامه الوطن في الواطه من اجل السفير المصري. يا هم الان شغالين انك انت ما تقطع الكوبري. نشوف نشوف انتوا بتتحدوا الشعب السوداني؟ انتوا بتتحدوا الشعب يعني؟ لا، الحزب الشيعي عامل نفسه الان هو اعظم من الشعب السوداني، عامل نفسه افهم منه. يلا هتشوف يوم 30، يوم 30 يا هويه في امتى الناس دي هتقطع الكباري ولا تقطع يوم في امتى؟ ما عندهم مشكله، ما عندهم مشكله. ده شعبي كان بيستقبل الرصاص بالصدور العاريه، انت كشيعي ما بتخوفه. خلاص الان مشكله السودان يعني جزء كبير واصيل من مشكلته هو الحزب الشيوعي، فهمت؟ نفس المشكله اللي بيسببها حميتي وبيسببها برهان وبيسببوها العساكر، فهمت؟ اضرب 10 مرات ثاني المشاكل اللي بيسببوها ديالك حتى يساووا ربع اللي ممكن يسويها الشيوعي. عشان كده الشيوعي خطير جدا، قاعد يفسد الان في المناهج، قاعد يدمر في العقول، قاعد يبرمج في الاذهان. لازم الشارع السوداني يكون صاحي لكل اشياء زي دي وكده. فيا اخواننا يوم 30 وصل، يوم 30 جاء، خلاص سيمبا قادم وسيمبا جاء، كويس؟ يوم 30 ما في زول حيقعد في البيت، الشعب ده كله مارق، الامواج دي مارقه هادره، الناس من خشم بيتها حتهتف تسقط غحت تسقط غحت، فهمت؟ الناس دي ماشيه في الشارع حتقول يسقط الشيوعي ويسقط البعثي، فهمت؟ الناس دي مارقه حتقول يسقط قوى الاجماع تسقط قوى الاجماع الوطني، الناس دي مارقه الشارع حتقول يسقط الكذابين، فهمت؟ الناس دي مارقه الشارع حتقول حل المجلس السيادي ذاته، فهمت؟ بعدك نشوف هم ديلك كان عندهم كلام، هم حيختفوا طبعا لحظتها، حيختفوا. زي ما قلت يا شباب كتروا معانا المشاركات باكبر قدر ممكن، اي زول اعمل معانا شير اسفل الفيديو، التفاعل اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين او اليسار بسرعه الان حسب التليفون بتاعك، يمكن يمين ويمكن يسار، وكتروا معانا الملصقات بشكل كبير، كويس؟ ده الحاصل حكينا. وحكايه الاستعدادات في القوات الجويه واطلاق طائرات الليله ومروج وجيه وطلعات جويه واستخباراتيه وقوات الاستطلاع بتضرب الاطواق البعيده زي ما بقولوا، تضرب اكباد الابل تبحث عن معلومه. خلاص ده كله حاصل، وما زالت الدبابات كثيره بتجوب شوارع بيت ختم، بتقطع غرب ام درمان، ما في زول بيعرفها ثاني مشيت وين، كويس؟ ما في احترام للشعب، ما يوروا الحاصل. الحزب الشيوعي داير يسرق يوم 30، يبقى الشعب السوداني يخلي الحزب الشيوعي يقعد في مكانته الطبيعيه زيه زي اي حزب صغير، فهمت؟ زيه زي اي حزب صغير ساكت، جت شعبط في الثوره دي وداير يسويها حقته، فهمت؟ ده كان زمان الايام اللي فاتت ثاني ما عندهم حاجه، فهمت؟ تاني انه يلا الحزب الشيوعي المتشعب يضل الان، فهمت؟ داير يسرق ثورة الشعب. صدق يوسف عمره 89 سنة، 88 داير يجي يعيش حياتنا؟ هسه انا عمري 30 سنة، هو عمره 88، يا اخي الفرق بيني وبينه 58 سنة، يا ناس حرب ال 67 ما بتكلم منها، يا اخي اقول لك حاجة، يا اخي انا خايف والله شفتها بعد 600 جيل ما نتلاقى، يا اخي ما ممكن، لا فكره قريب لفكرنا، لا زمنه قريب لزمننا، لا بيفهم زي مفاهيمنا الان ولا نحن بنفهم زي مفاهيمه زمان، فهمت؟ خلاص يعني ذاته هو ما عنده شيء يقدمه، لكن لانه شيوعي بيقدموا له، فهمت؟ لانه شيوعي، والشيوعي معروف انه يخلق الفتنه في لحظه، معروفين في الجامعات دي هم اللي كانوا بيسببوا الفتن بين الكيزان وبين الطلاب، الكيزان ناس قتله، ناس مجرمين، خلاص ناس خونه، لكن ديل كانوا برضه بيشعلوا فتيل الحرب الشيوعيين برضه، فهمت؟ فان شاء الله باذن الله البلد تقوم بامان. 30 يونيو مارقين من اجل الحقوق، من اجل العلاج، من اجل الاصلاح، من اجل استرداد الاموال بتاعت الشعب السوداني السارقينها الكيزان، ما مارقين عشان نشكر زول، نحن الشعب ده لا دلاليك لا دمى عشان تقول ده تسرق الثوره بتاعته وتخليه يمشي يصفق لحمدوك ولا يدق دلوكه، اوعى تهين الشعب السوداني، بلاش قله ادب، ده تمشي تطلع تقول اشكر شكرا حمدوك، امشي تدردق له هناك في رئاسه الوزراء، لكن اوعى تجي تقول للشعب السوداني انتوا خونه، اوعى تخونوا يا شيوعيين، اوعى تخونوا، فهمت؟ ما تقعدوا تخونوا في الشعب السوداني، كل زول قال مارق وكل زول قال ما داير يشكر حمدوك، دايرين تطلعوا كوز، انتوا الكوز اللي بتطلقوه على الناس وبتدعوا الوطنيه لقيتوها وين؟ ما اكبر خونه على مر التاريخ واكبر بعيد للوطن، وده صدق يوسف بيفرش تراب الوطن الان للسفير المصري هناك. نواصل يا اخوان، مصران قام لي والله ما اقدر اكمل، كتروا معانا بس المشاركات، شكرا جزيلا.